تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بزيارة قاعدة عيسى الجوية. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وقائد سلاح الجو الملكي البحريني والملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة وعدد من كبار الضباط. وقد رافق جلالته خلال الزيارة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المفدى. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. وقد أعرب جلالته رعاه الله عن تقديره لما يقوم به رجال سلاح الجو الملكي البحريني البواسل من جهود كبيرة ومثمرة دفاعا عن الوطن وأمن المنطقة. وخلال الزيارة عرض الأدميرال سكوت ستيرني قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس على جلالته الطائرة المقاتلة الأمريكية F-35 بحضور سعادة السفير جاستن سبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة والعقيد ديفيد ويلين الملحق العسكري الأمريكي، حيث استمع جلالته إلى شرح حول ما تتميز به هذه الطائرة من إمكانيات عالية ومتطورة والتي تعد من أفضل وأحدث الطائرات المقاتلة في العالم. كما شهد رعاه الله عرضا جويا للطائرة. وقد أعرب جلالته عن شكره لسعادة السفير الأمريكي وتقديره لقائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس على هذه الدعوة الكريمة للاطلاع على الطائرة، مشيدا بما تتميز به من إمكانيات متطورة تعكس ما توصلت إليه التكنولوجيا الأمريكية من تطور ومستوى رفيع، مثمنا جلالته التعاون التاريخي الاستراتيجي الذي يجمع البلدين الصديقين منذ عقود طويلة ويتطور باستمرار كشركاء في ضمان أمن الخليج وأداء العديد من الواجبات والمهام المشتركة من أجل أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب وحماية طرق الملاحة والتجارة العالمية. وقد أكد جلالة الملك المفدى أيده الله نجاح التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الذي أصبح أكثر أهمية في هذه الظروف التي تشهدها المنطقة، معربا جلالته عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة واهتمام مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بتطوير هذه العلاقات المتميزة كبلدين حليفين وصديقين، شاكرا جلالته قائد الأسطول الخامس وكافة منتسبيه.
وفي الختام صافح جلالته أيده الله ضباط سلاح الجو الملكي البحريني وضباط الأسطول الخامس الأمريكي، معربا عن تقديره لهم جميعا على ما شاهده خلال الزيارة، متمنيا للجميع استمرار التوفيق والنجاح.